بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمالا لموضوعنا فيما يخص مبادئ الكيمياء، نصل اليوم إلى موضوع كتابة معادلات كيميائية موزونة، Writing Balanced Chemicals Equations. طيب، هنا المقصود، لو قلنا احنا هنا المقصود عندنا مثلا عندي التفاعل الكيميائي، يحدث عندي التفاعل الكيميائي فيؤدي إلى ماذا؟ إلى عملية تغير المواد المهدأ أو المواد إلى أنواع حديثة. هذا التفاعل الكيميائي. طيب، لو قلنا المعادلة الكيميائية، ماذا نقصد بالمعادلة الكيميائية في هذا الإطار؟ يعني لو أردت أن أنسق ماذا نعني بالتفاعل الكيميائي وماذا نعني بالمعادلة الكيميائية؟ تستخدم المعادلة الكيميائية في عملية استخدام، أو هي استخدام الرموز لوصف التفاعل الكيميائي، يعني هي عبارة عن عملية استخدام الرموز والأعداد والأرقام لوصف التفاعل الكيميائي. إن هذه العلاقة بين التفاعل الكيميائي والمعادلة الكيميائية مهمان جدا، مفهومان مهمان جدا في إطار عملنا. لو أردنا أن نقول أن مثلا عندنا تفاعل معين، يعني نفرض أنه عندنا مثلا سي H4 plus O2 سيؤدي إلى CO2 plus H2O، يعني هذه تعرف هاي عملية تفاعل الميثان. هنا عندي ميثان مع عفوا الميثان مع الأكسجين لتوليد الكربون مع الماء. هنا عندي ميثان، هنا عندي أكسجين، هنا عندي كربون، وهنا عندي ماء. كيف سنوازن هذه المعادلة؟ دعونا الآن نحاول أن نوازنها. نقول بسم الله، نقول مثلا عندي أنا في الطرف الأول عندي، أو في عندي على عبر أطراف المعادلة بالكامل عندي سي، عندي التفاعل وعندي الناتج. هذا دائما يؤدي إلى، يعني إذا خلط الميثان مع الأكسجين نقرأ هذا الخط يؤدي إلى، طيب عندي السي، عندي الاتش، وعندي الاو. دعونا الآن نعد مثلا في التفاعل. عندي هذا هو طرف التفاعل بداية، هذا هو طرف التفاعل. في التفاعل ماذا كم أنا عندي من السي؟ والله هذا أنا عندي سي واحدة، إذا أقول أنا عندي واحد سي. عندي من ال H كم عندي؟ عندي 4 H4، الأكسجين عندي 2. طيب الناتج هذا هو، الناتج كم عندي؟ عندي من ال C إذا لاحظنا عندي 1، عندي من ال H
عندي اثنان كما هو ملاحظ. من الأكسجين عندي كم؟ عندي واحد وعندي اثنان، هنا يعني عندي ثلاثة. هل هي معادلة موزونة؟ كلا، واحد واحد أربعة اثنين اثنين ثلاثة، هي ليست معادلة موزونة، إذن لا بد لي من أن أوازنها. كيف سأحاول أن أوازن أنا هذه المعادلة؟ سأستخدم اللون الأبيض هنا. دائما نحاول أن نبدأ في أصغر عدد دائما، يعني مثلا هنا نأتي هنا نقول أن واحد واحد هو أصغر شيء لكن متعادلتان في بالنسبة للسي، فأهمله. عندي هنا اثنين وأربعة، عندي الناتج يوجد في عندي اثنين من الهيدروجين، بينما في التفاعل عندي أربعة، إذا آتي إلى هنا لاحظ أهو في الناتج، أضع هنا إشارة اثنين، فعند اثنين في اثنين أربعة، إذا ألغي هذه تصبح عندي أربعة. لكن بالمقابل بما أنه أنا ضربت اثنين، إذا كما هو ملاحظ أنا كم كان عندي، يعني أنا كان عندي ثلاثة أكسجين، أنا ضربت باثنين، فبدل الثلاثة كم سيصبح عندي؟ سيصبح عندي أربعة. عدنا الآن إلى أنه وازننا الهيدروجين لكن الأكسجين لا وجود لموازنة له، لكن لاحظ هنا اثنين هنا أربعة، أستطيع أن أضع هنا اثنين بالمقابل ألغيها هنا فتصبح أربعة، اثنين ضرب اثنين أربعة. إذا الآن هل أصبحت معادلة موزونة؟ واحد مع واحد، أربعة مع أربعة، أربعة مع أربعة، إذا هي معادلة موزونة. إذا أنا هكذا أنا عدلت المعادلة، يعني لو أردت أنا أن أكتبها الآن تكتب بهذا الإطار، تكتب بأنها يعني أستطيع أن أكتبها سي اتش 4، أعتذر سي اتش 4 بلس 2 او 2. طيب الجهاز عندي يعني شوي سأوقف القيم وأحاول أن أصلح الجهاز. إذا سي اتش 4 2O2 يؤدي إلى CO2 plus 2H2O، هكذا أصبحت موزونة عندي. أتأكد الآن السي عندي، عندي هنا واحد هنا واحد، هنا عندي هنا عندي الهيدروجين أربعة هنا أربعة، عندي هنا أربعة أكسجين أربعة أكسجين، إذا أنا الآن تأكدت بأنها موزونة. إذا لو أردنا دائما أن نعمل خطوات لموازنة المعادلة الكيميائية، نتبع خطوات. بداية نكتب معادلة الناتج والتفاعل، ثانيا نبدأ بعد العناصر على الطرفين المقارنة والتسجيل كما لاحظنا. بعد هذا الكلام أبدأ تنسيق العوامل الكوفيشنت، لابد من تنسيق يعني ضربها بأعداد حتى تصبح متناسقة. الاثنين مثلا والأربعة أضرب الاثنين باثنين حتى تصبح أربعة، خمسة مثلا والخمسة والعشرة أضرب باثنين حتى تصبح عشرة، الثلاثة والتسعة أضرب بثلاثة حتى تصبح تسعة مثلا، أربعة
أتأكد من الحل في النهاية. أيضا هذه خطوة مهمة جدا. لنفرض أنا سنأخذ مثالا آخر الآن، لنأخذ هذا المثال. Si Cl4 plus H2 O سيعطيني Si O2 plus HCl. طيب لنبدأ بالحل. نقول مثلا بداية عندي الـ Si. الـ Si كان عندي في الطرف الأول أو في مصدر التفاعل، كم Si كان عندي؟ كان عندي واحد. في المصدر الثاني أيضا كان عندي واحد في المادة المتفاعلة. Si واحد واحد. Cl كانت عندي هنا أربعة، هنا Cl واحدة. الآن الهيدروجين كان عندي اثنين، الآن أصبح واحد. بقي عندي أكسجين، كان عندي هنا واحد، ها هو هنا أصبح عندي اثنين. لابد من إجراء عمليات، أحاول أن أبدأ من الأصغر على أمل أن العملية التي أعملها تسمح باختصار الأكبر في هذا الإطار. فنأتي مثلا هنا إلى الأصغر، أبدأ هنا مثلا أبدأ في الـ H، أبدأ فيها الأكسجين مثلا. الأكسجين هنا كان عندي واحد وهنا عندي اثنين، إذا لابد أن أضع اثنين هنا. عندما أضع اثنين أنا هنا سأغير اللون، متأسف. أضع اثنين هنا فهذا لا يعود واحد، يصبح عندي اثنين. لكن في المقابل لو وضعت اثنين الهيدروجين لا يعود اثنين هنا، كم يصبح؟ يصبح أربعة. طيب أنا وزنت الأكسجين، الآن بقي عندي هذا الفرق، لأنه أصبح أربعة لابد لي أن أعادل بهذا الطرف، أضع هنا أربعة. فهنا عندما وضعت أربعة ذهبت فأصبحت أربعة. بالمقابل أيضا السيل أصبحت أربعة. إذا الآن أتابع ولاحظ، واحد مع واحد، أربعة مع أربعة، أربعة مع أربعة، اثنين مع اثنين، وأتوقف. واحد، أنا بدأنا من الأصغر، استطعنا أن نجري هذه العمليات بدون أن نفكر كثيرا. إذا هنا أتوقف، أنا هكذا أكون قد وزنت المعادلة الكيميائية. يعني هنا أصبح عندي معادلة كيميائية موزونة. إذا وضعتها في هذا الإطار تكون عندي المعادلة الكيميائية موزونة بالكامل. أهي. إذن في الفيديو اللاحق سأحل مسألة أخرى. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. مرة أخرى شكرا لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.